شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول فضيلة من أمهات الفضائل الأخلاقية التي نحتاج إليها جميعاً، في حياتنا الشخصية وحياتنا العائلية وحياتنا الاجتماعية. بل يمكن أن نقول إن هذه الفضيلة مفتاح رئيسي من مفاتيح السعادة في الحياة. وهذه الفضيلة هي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. نتحدث حول هذا الموضوع ضمن أربعة محاور. المحور الأول مفهوم الرضا. المحور الثاني مجالات الرضا. المحور الثالث معطيات الرضا. المحور الرابع الطريق إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن ندخل في الموضوع، نتلو رواية مروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية وردت في كتاب مرآة العقول المجلد الثامن الصفحة الثانية الحديث الثاني.
سند هذه الرواية الكليني رحمة الله تعالى عليه لا يحتاج إلى توثيق فوق التوثيق، عن عدة من أصحابنا. في العدة التي يذكرها الكليني في الكافي هنالك بحث طويل مذكور في علم الرجال. من هم هؤلاء العدة؟ ونكتفي بالإشارة إلى كلمة واحدة في هذا المقام، وهي ما نقله العلامة الحلي عن الكليني، أن الكليني قال: كلما ذكرت العدة عن أحمد ابن أبي عبد الله، فمرادي بهؤلاء العدة فلان وفلان، ومن جملة هؤلاء الأفراد علي بن إبراهيم القمي، وعلي بن إبراهيم ثقة جليل بلا إشكال. فإذا أحد هذه العدة، لا كل عدة، علي بن إبراهيم، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، هذا هو البرقي الابن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو ثقة، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، وهو ثقة، عن حماد ابن عيسى ثقة، عن عبد الله ابن مسكان ثقة، عن ليث المرادي ثقة. فهذه الرواية هي رواية صحيحة بلا إشكال، ولو تضمنت هذه الرواية حكما فقهيا لكانت هذه الرواية معتبرة من الناحية الفقهية. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله. نتحدث حول الرضا بالقضاء ضمن أربعة محاور. المحور الأول: مفهوم الرضا. هناك فرق بين مفهوم الصبر ومفهوم الرضا. الصبر يعني الهيمنة على الذات وفق ما تتطلبه الضوابط الشرعية والعقلية. عندما يمر الفرد بمعصية، نفسه تحاول أن تقتحم هذه المعصية،
الصبر يعني يهيمن على ذاته فلا يقتحم. امرأة أجنبية تمر، إن أبصار هذه الفحول طوامح، واحد يعجبه يطلع على الأعراض. هذه حالة مترسخة في الأعماق. الصبر يعني عندما يمر على هذه المعصية يكبح ذاته فلا ينظر. ولكن الرضا يمثل مرحلة متقدمة على مرحلة الصبر. الرضا يعني كما يقول بعض العلماء أن ترتاح لواقعك القائم. مرة ما إلك طريق، ما إلك حيلة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يستسلم للواقع القائم، صبر. ومرة يرضى بالواقع القائم، يرتاح إلى الواقع القائم، يبتهج بالواقع القائم. هذا هو الذي يطلق عليه الرضا بالقضاء. المحور الثاني، مجالات الرضا. الشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر والله أعلم بحقيقة الحال، طبعا نذكره على نحو الإجمال، أن مجال الرضا هو مجال الحتمية. إذا كانت هنالك حتمية ترضى، وإن لم تكن هنالك حتمية لا ترضى. لتقريب الفكرة نمثل بهذا المثال: تاجر خسر في تجارته، سقط، أمواله أكلت. الماضي يمثل الحتمية. إذا كل القوى الكونية الطبيعية تريد أن تعيد عقارب الساعة لحظة واحدة إلى الماضي، هذا مستحيل. عقارب الساعة لا تعود لحظة واحدة إلى الماضي، فما مضى هذا يمثل بالنسبة إليكم حتمية مطلقة. ترضى. تاجر خسر في تجارته، لا نتكلم حول المستقبل، نتكلم حول الماضي. يتآكل في داخله، لماذا خسرت؟ رجل سقط من شاهق وكسرت رجله، كان واحد رايح لتسلق الجبال، شاب قبل أعوام سقط من الجبل وأصيب نخاعه فشل شلل، نراه في بعض الأحيان. هذه السقطة التي حدثت، إذا جميع قوى الكون الطبيعية تجتمع لتحول هذه السقطة إلى عدم، ما يمكن. كنا نقرأ في جامع المقدمات: الماضي ما مضى وقته ولزم أجله، ما يمكن بعد. الآن هذا يقعد يفكر، يلعن تلك الساعة التي ذهب فيها لتسلق الجبل،
يلعن نفسه، يلعن صديقه الذي اقترح عليه هذا الاقتراح، يلعن غفلته في تلك اللحظة، اللحظة اللي تزحلق فيها. انتهى بعد. لن يجدي، لن يجدي البكاء على الأطلال والدمن. انتهى. مجال الرضا هو مجال الحتمية. وإذا نريد أن نستعير عبارات علماء المنطق، ومجال الحتمية هي مجال، هو مجال القضايا الحملية. أما إذا ماكو حتمية، هنالك مفترق طريقين أو مفترق طرق. الآن واحد ظمآن، هل يظل ظمآن أو لا؟ ماكو حتمية. إن ذهب إلى النهر وشرب الماء ارتوى، إن لم يذهب لم يرتوى. هنا لا توجد هنالك حتمية، هنا قضية شرطية منفصلة ذات شقين. إن ذهبت إلى النهر ترتوي من الماء، إن لم تذهب إلى النهر لم ترتوي من الماء. هنا بعد واحد ما يتمكن يقول أنا راضي، فقير يقول أنا راضي بالنسبة إلى المستقبل. الله جعل أمامك طريقين، إذا تتحرك تصبح غنيا بإذن الله. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذا ما تحرك قعد في بيته قال اللهم أعطني، الله يقول أنا ما أعطيك. هذا بالرواية أكو ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم. واحد يقعد في بيته ويقول يا الله أعطني، الله يقول ما أعطيك. فمجال الرضا بالقضاء كما يبدو لنا في بادئ النظر هو مجال الحتمية، ومجال الحتمية هو مجال القضايا الحملية، ومجال التغيير والتحرك والانطلاق هو مجال اللاحتمية، ومجال اللاحتمية هو مجال القضايا الشرطية التي تتركب من منفصلتين أو قضيتين شرطيتين. هذا بإيجاز البحث الثاني. المحور الثالث، معطيات الرضا. رضينا بقضاء الله، ما الذي يتحقق؟ أشير إلى نقطة واحدة فقط، دققوا في هذه النقطة. كثير من مشكلات الحياة بذاتها، بما لها من الوجود الخارجي العيني، لا تمثل عناصر لشقاء الفرد. الذي يمثل عنصر من عناصر الشقاء كيفية تلقيك لهذا الواقع الخارجي. كيف تتلقى؟ واحد بترت إصبع من أصابعه، يقول في يوم من الأيام دخلت على شخص فرأيت أن يده بترت، ما كاتب أن من أين بترت، على كل حال يده كانت مبتورة. ألفتني فقلت له ألا تتألم لأن يدك بترت؟ قال أصلا ما أفكر في ذلك وما ألتفت إلى ذلك، أنا مو منتبه، أنت ألفت انتباهي إلى هذه القضية، أنا فقط أنتبه إلى أن يدي مبتورة عندما أريد أن أرتق ملابسي وثيابي، هناك ألتفت أن يدي مبتورة.
يعني اليد المبتورة لا تشكل بذاتها مصدر من مصادر الشقاء. كيف تتلقى هذه المشكلة؟ تلقيك هو المشكلة وليست المشكلة هي المشكلة. كان واحد آخر، هذا كان يقول أنا أتحمل كل مشكلة في الحياة، كان موطن نفسه على جميع المشاكل إلا مشكلة واحدة ما أتمكن أتحملها، وهذه المشكلة مشكلة فقدان البصر، ما أتحمل هذه المشكلة، وحقيقة هي طامة عظمى نعوذ بالله منها. إحنا إذا يوم واحد نفكر أنه واحد يوم واحد ما يتمكن ينظر، تظلم الحياة في عينه. سجن يشعر به. يقول بعد مضي فترة طويلة وعندما بلغ 60 من العمر، في يوم من الأيام كان جالس على سجاد ينظر في نقوشه وخطوطه، وإذا به يشعر بتداخل في هذه الألوان والخطوط والنقوش. فقام فورا وذهب إلى الطبيب. الطبيب فحص، قال إحدى العينين قد عميت والثانية في طريقها إلى العمى. هذا المحذور الذي كان يرى أنه لا يتمكن أن يتحمل، يقول بعدين شعرت أنه هذه المشكلة أيضا قابلة للتحمل، وتلقى ذلك الرجل هذا الواقع برضا تام. العمى مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية كيف يتلقى الفرد هذه المشكلة. يمكن واحد أعمى سعيد في حياته، ويمكن واحد بصير ويعيش في القصور ويرفل في الحرير وهو الشقي في حياته. أنقل لكم هذه القضية نقلها العم حفظه الله. شوفوا إحنا كيف نتلقى الحياة وكيف نتلقى مشكلات الحياة، كيف نتلقى المشكلات العائلية. واحد عنده زوجة تؤذيه، زوجته لا تؤذيه، هو يؤذي نفسه، أعداء الأعداء هو اللي دا يؤذي مو زوجته. امرأة زوجها يؤذيها ويحطم حياتها ويدمر حياتها، الزوج ما دا يؤذي، هي دا تؤذي نفسها. العم حفظه الله يقول في يوم من الأيام أنا كنت في البيت، وإذا بأحد الخطباء الكبار جاء من طهران إلى قوم. قلت له خيرا؟ قال أنا أجيت إلى قوم لأشتري بيتا، ما عندي بيت. هذا الخطيب سنوات عمل كدح قاعدة يعني، حتى جمع ثروة ليشتري بها بيتا، ولكن أنا في السيارة نسيت المبلغ وضاع المبلغ. الآن شوفوا هذه القضية، إذا اتفقت لواحد منا ذخيرة العمر كلها ضاعت كيف تتلقى؟
أنقل لكم نموذج مقابل. تاجر، هذا في الكتب مكتوب، خسر في تجارته. فكر، أنا البيت اللي عندي، الأثاث اللي عندي، إلى متى أتمكن أعيش به؟ أبيع الأثاث شيئا فشيئا وأعيش. فكر فكر، قدر، إنه فكر وقدر. فكر أن هذا الأثاث اللي عنده والأشياء تتمكن أن تؤمن حياته إلى عامين كاملين. بعدين فكر، بعد العامين شنو؟ أنا التاجر، أذهب وأتكفف، أجلس على قارعة الطرقات، ماذا أفعل بعد عامين؟ على أثر هذا التفكير الشيطاني، هذا التاجر راح وانتحر، حتى بعد عاميا لا يتكفف. مو معلوم واحد إلى بكرة هو حي ميت. الله مغير الأحوال، مبدل الأحوال. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي صلى الله عليه وآله، فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. ليش تحمل هم المستقبل؟ عش في اللحظة الحاضرة، شنو يصير بعدين؟ الآن ماذا تفعل؟ أنا شنو وظيفتك؟ صلاة، قم صلي. نوم، قم نام. بكرة شنو يكون؟ من الكلمات المنقولة عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، على ما أتذكر: اللهم خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. خبز اليوم فكر بي، بكرة شنو؟ أنت شعليك بكرة؟ منو قال أكو بكرة؟ منو قال أكو غد؟ هاي الصور الذهنية هي التي تخنقنا وتعصرنا وتحطم حياتنا وتجعل حياتنا مرة. فأكبر جاني على الإنسان هو نفسه، هو الذي يحطم نفسه، هو اللي يدمر نفسه، هو اللي يشقي نفسه. إحنا جايين 80 عام في هذه الحياة، 60 عام، 70 عام، حتى نعبد الله ونذهب، حياتنا نقضيها بهذه الأفكار المتشائمة السوداوية. واحد يمشي في حياته، يعبر، ليتوقف، يخطط طبعا، أما أنه يدمر حياته ويدمر أعصابه ويدمر زوجته. أكو بعض الأفراد يدمرون زوجاته، أول ما يجي إلى البيت وجهه مكفهر. ما ذنب هذه المسكينة؟ المرأة أول ما زوجها يدخل تواجهه بالعبوس والكذا. هاي الصور الذهنية، هاي الحالات النفسية هي التي تدمر حياتنا وتشقينا. حتى بعد عاميا ليذهب يتكفف، وبعد عاميا انتحر. بعد ما الثروة انتهى تروح انتحر مثلا، يعني إذا يريد ينتحر. أما لاحظوا هذا الخطيب، العم حفظه الله، يقول إجا وكأنه كل شي ماكو، مضيع حصيلة العمر، كل شي كأنه لم يحدث شيء. خوش ضاع، هسه شنو؟ فدعوته إلى الغداء فبقي وتغدى وكأنه لم يحصل شيء، وبعد الغداء نام نوما عميقا.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه خاطب ولديه ولا على ما أتذكر ولا تأسف على شيء منها يعني من الدنيا زوي عنكما. راح خلي يروح. الأمل بالله في قضية في سفينة البحار مذكورة ما أريد أذكرها. ذلك الرجل قال وأبقيت لي فيك طول الأمل يا بار يا وصول. الله سلب منا نعم عظمى، النعم سلبت ولكن الأمل لم يسلب. قلب المؤمن عامر بالأمل في الدنيا والآخرة حتى بالآخرة. الأمل بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إحنا يجب أن يكون عندنا أمل بالله في الدنيا والآخرة. لاحظوا مقاطع دعاء كوميل وغيره من الأدعية. يا الله أنت صنعت كذا كذا كذا، هل تنساني؟ وحسب انطباعي عن هذا الخطيب لأني كنت أعرفه عن قرب، عاش حياة سعيدة مع أن حياته كانت فيها بعض المشكلات. سعيد كان. أكو بعض الناس واحد عندما يقعد وياهم يقول له شلونك كيف أصبحت، يسوي لكم قائمة، راسي يوجعني، البارحة ما قدرت أنا، وهكذا. أكو بعض الناس واحد ما يحب يشوفهم لأن بمجرد ما يشوفهم تبدأ السلبية. أكو بعض الأفراد عندهم حالة سلبية تشاؤم. بعض الناس متفائلون منشرحون، واحد يرتاح يجلس إليهم. المحور الرابع والأخير، الطريق إلى الرضا. الطريق إلى الرضا بقضاء الله. على نحو الاختصار ثلاثة أشياء. أولا أن نركز نظرنا على الجانب المضيء من الحياة. كل يوم كم مرة نقول الحمد لله رب العالمين في سورة الحمد؟ أقل شيء 10 مرات في فرائضنا اليومية. الحمد، الحمد إما مرادف للشكر أو يلتقي معه التقاء جزئيا على ما في كتاب المطول، يقول بينهما عموم من واجه، فيلتقي معه التقاء جزئيا أو كليا. الحمد ثانيا أن تنظر إلى من هو أدنى مستوى منك. كم أعمى أكو في العالم؟ في آخر إحصائية أنه يوجد في العالم أكثر من 50 مليون أعمى، أكثر. هذه النعمة اللي الله أنعم بها علينا، نعمة الإيمان، وما أعظمها من نعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعمة ولاية أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ما أعظمها من نعم، الله أنعم بها علينا. وثالثا أن تعلم أنك مربوب لرب قدير حكيم، وكل ما قدره الله لك في إطار الحتمية فهو خير لك. وهذه الرواية التي تبركنا بتلاوتها
عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله. السخط على الواقع نابع من الجهل. عندما تقول لماذا في دائرة الحتمية طبعا هذا الجهل. يقال الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية كأنه كان ينقل هذه القضية عن نصير الدين الطوسي، وهذه الكلمة تدل على عمق علمه. يقال أنه سئل: إذا الكون الله سلمه بيدك شنو تعمل؟ الآن إذا الله يعطيني مفتاح الكون، كل ما تحب سوي، إحنا نغير كل وضع الكون، مو هالشكل؟ نصير الدين قال: أنا ما غير في الكون مقدار شعر، لأن هذا النظام منو جعله في هذا الكون؟ الله، الله العالم الحكيم الرحيم الودود الرؤوف. هذا مثل ابن الولد، الطفل ما يفتهم في كثير من الأحيان. أنتوا في اليوم الأول تردون تأخذوه إلى الابتدائية، يبكي يشرد يسب المعلم في بعض الأحيان، ما يفتهم. تعال اشرح له أنه هذا في مصلحتك. أكو فت قضية لطيفة، شيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه كان ينقلها، مذكورة في كتابه. يقول أبويا، يعني شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، يقول هذا كان يعيش في قرية، عند والده طفل في القرية، عادة قرية فيها بساتين حدائق أشجار أوراق، طفلا يمرح هناك. يقول فجاء زوج خالته، يعني زوج خالة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى القرية، شاف هذا الطفل، شاف طفل مو عادي، طفل متفوق، الطفل اللي إلى النبوغ يظهر نبوغه من أعماله من سؤاله من حركاته. فقال لوالد الشيخ عبد الكريم الحائري: حيف هذا الطفل يبقى هنا، هذا يضيع في هاي القرية، ابعثه إلى المدينة عندنا حتى يتعلم ويدرس ويكون له مستقبل. الأب وافق، فأخذ زوج الخال الشيخ عبد الكريم الحائري وهو الطفل وجاب إلى المدينة وخلاه في الكتاب يعلمه العلوم العربية، صرف ولغة وكذا، وهذه العلوم مملة غالبا لكثير. طفل طليق حور، الآن تعال تقيد، فجدا كان متأثر وهو طفل في أيام طفولته. فيقول فكرت ماذا أفعل، قلت أفضل شيء في عالم الطفولة ذا يفكر، أفضل شيء أدعو الله تعالى. فقلت: يا الله اقبض إليك روح هذا المعلم حتى نرتاح منه. بس هو طفل ملتفت. يقول بعدين فكرت: خب المعلم الله قبض روحه ومات، زوج خالتي ما يخليني. فخاطبت الله تعالى مرة ثانية، قلت: يا الله واقبض إليك أيضا روح زوج خالتي.
يقول بعدين فكرت خوب إذا زوج خالتي مات خالتي ما تخليني، قلت يا الله واقبض إليك أيضا روح خالتي. إحنا أدعيتنا هالشكل حقيقة، إذا الدعاء كان يستجاب الله كان يقبض روح المعلم وزوج خالة شيخ عبد الكريم وخالة شيخ عبد الكريم. شنو كان يصير شيخ عبد الكريم؟ كان يصير يمكن يعني فد قروي يعيش في القرية ويظل إلى آخر عمره قرويا، ما بي إشكال واحد يكون قروي قد يكون مؤمن مقرب إلى الله، لكن ما كان يصير شيخ عبد الكريم الحائري الذي نرى هذه البركات الكبيرة على أثر جهوده من الناحية الظاهرية. ومن الناحية الواقعية هي بركات كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وقبل ذلك بركات الإمام الحسين صلوات الله عليه، لأن عنده قضية مع الإمام الحسين عندما كان في كربلاء. طفل إذا يفهم هذا المعنى أنني مربوب لآب قدير يريد مصلحتي يستسلم يرضى بما يخطط له الآب، إحنا أيضا كذلك. إذا تيقنا بهذه الحقيقة لاحظوا الحديث يقول إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله. هذه الكلمة صيغة أفعل التفضيل تدل على أن العلم له مراتب والرضا أيضا له مراتب، كل ما العلم بالله يزداد الرضا عن الله سبحانه وتعالى يزداد. إحنا يجب علينا أن نحاول أن نتحلى بهذه الفضيلة الأخلاقية في حياتنا. الرجل يرضى عن زوجته، الزوجة ترضى عن زوجها، الإخوان يرضى بعضهم عن بعض، الإنسان يرضى عما قدره الله سبحانه وتعالى له. هذا مفتاح سعادتنا في هذه الدنيا ومفتاح سعادتنا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين بقضائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.